التعداد السكاني، الحزم والترقيم. تستعد وزارة التخطيط العراقية لإجراء التعداد السكاني في 2021 من تشرين الثاني من العام الجاري 2024، وسيتضمن 3 مراحل رئيسة. الأولى مرحلة ما قبل العد أو ما يسمى مرحلة التحضير، والثانية مرحلة العد، والثالثة والأخيرة مرحلة ما بعد العد. ويأتي هذا التعداد بعد 27 عاما على آخر تعداد رسمي للسكان، والذي جرى في عام 1997. وتعد مرحلة الحزم والترقيم والحصر الأساس في التعداد العام للسكان والمساكن عبر مجموعة من الفعاليات المتسلسلة والمتلاحقة، إذ يتم من خلالها تحديد حدود المحلات والبلوكات وترقيم الشوارع، ومن ثم ترقيم المباني والمساكن لغرض تحديد موقع كل مبنى لتسهيل الوصول إليه أثناء عملية العد. وتتمثل مهمة الحزم والترقيم باستخدام الألوان للترقيم، من خلال استخدام اللون الأحمر لحدود المحلة وترقيم المباني، واللون الأزرق لحدود البلوك، واللون الأخضر لترقيم الشوارع. وسيسهم التعداد السكاني في عملية التخطيط المحكم لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد.